بوعلو ابراهيم مصور صحفي بجريده الاحداث المغربيه وحده انفو، واليوم تنتواجدوا بهذا الكلوب ديال التعليم ديال النادي ديال الحي الحسني، وهذه الدوره الثانيه ديال المعارض الصوار ديال اكر تمنال ديال المنطقه ديال طاطا. وتنشكر واحد الزميله ديالنا اللي تعبات في هذا المعرض هذا، وهي اللي زعما صراحه بذلت واحد المجهود كبير، سميتها بوشرى شاكر، تنشكروها بهذا المنبر ديالكم الجميل. وهذه الدوره الثانيه ديال المعرض ارتئينا باش يكون في الدار البيضاء. علاش الدار البيضاء بالضبط؟ حيت الدار البيضاء مدينه اقتصاديه وتكتف السكن ديالها وداك الشيء، اضطرينا باش نجيو نبينوا لهذا الجمهور ديال الدار البيضاء هاد اللوحات الجميله ديال منطقه اكر تمنارت اللي هي غنيه بالتاريخ ديالها والتاريخ ديالها وال استغفر الله العظيم والاصاله ديالها والمتاحف ديالها. وعندنا واحد الشيخ تما ديال سيدي محمد ابراهيم الشيخ، عنده واحد التاريخ الحمد لله ديال المنطقه ديال فوس تما. وهذا هو الهدف ديال من هذا المعرض، هذا الناس تعرف بالمنطقه ديال اكر تمنارت. حيت قلت تمنارت غنيه باللوحات الفنيه والقصابات وتبارك الله وصل عندنا يعني واحد المكان ديال تنقولوا له اسيف، عنده واحد الصوره جميله جدا مع كنشوفوا السي ابراهيم هنا انك جل الصور ديالك ارتكزتيه على الاصاله، على شي حاجه قديمه. واش هذاك ذكاء منك اولا بغيتي تقرب شي حاجه للمشاهد؟ طبعا استاذ ذكاء بالفعل، ما كذبتيش، حيت كاين واحد التراث ديال المنطقه ديال اكر تمنارت. ملي مشيت للبلاد اضطريت نصور دوك المشاهد قبل ما ينقرضوا، وبالفعل هما انقرضوا دابا وبقاو لنا الصور. والناس جاوا شافوا المعرض وشافوا واحد الصور اللي هي عندها التاريخ ديالها. كاين الصور اللي عندها 600 عام 700 عام، ما تيقولوا الناس القدام، بحال المعصره ديال الزيت اللي كاينه في سموقن، بحال الدار ديال الوالي ديال سيدي محمد ابراهيم الشيخ. وكاين بزاف ديال الطابلوات زعما صراحه عندهم واحد لو شارم ديالهم صراحه. الاخ ابراهيم ملي كتقبط العدسه ديالك واش كتقرا الصوره قبل ما تلقطها او غير كتلقطها وعاد كتقراها؟ انا استاذ ديالي دابا انت غادي تشوف المعرض وغادي يبان لك واش تنفيزي على الصور ولا غير تنصور. انا فنان بالنسبه لهذا الشيء سبحان الله ربي العظيم، هذا الشيء ديال الطبيعه تنتفنن فيه زعما، واخا تبان لي شي صوره نطلع عليها لواحد المسافه وناخذها باللي كنضرب تنجيب داك الشيء اللي بغيت. والله العظيم زعما بكل صراحه تنتعب باش ناخذ شي صور اللي هما يستحقوا زعما يتعرضوا. الصفه ديال المصور الناجح؟ الصفه ديال المصور الناجح هو يكون صبور اولا ما قبل كل شيء، يكون صبور ويكون عنده واحد الاريحيه في العمل ديالو، ويكون من حتى من اللي كومينيكي مع الناس. حيت دابا ملي غادي تصور شي يجي واحد يقول لك لا ما تصورنيش، ولكن خصني نعرف انا كيفاش نتفادى دوك المشاكل مع اسمه. تيبان لي غير تنصور تيدوز شي واحد تنقول ليه واش، تيقول لي ماشي مشكل صور. وتنتلاقى مع شي مراه ولا زاك شي اسا تنستشر معاه واش ممكن ناخذ صوره، تقول لي خذ كاينش مشكل. والله العظيم ارتكزتي على الطبيعه على الاشياء القديمه، واش ممكن انك كاين اشياء اخرى في الميموار ديال ابراهيم؟ شي حاجه اخرى ان شاء الله اللي تنتمنى الا بقينا الا طولنا الله العمر، غادي ان شاء الله ندير واحد شي الدوره الثالثه ان شاء الله، غادي نبعد على المنطقه اللي ديال تمنارت وغادي نمشي للمنطقه ديال تيرودنت، حتى هي غنيه بالتاريخ ديالها، وفي حتى المتاحف ديال اليهوديه داك الشيء القديم ديال اليهود. ما قالوا لي الناس ديال تيرودنت ملي مشيت غير شي سيمانه زرتها، قالوا لي علاش ما تجيش للمنطقه ديال تيرودنت تاخذ بحال هذا الشيء داك الشيء ديال اللي درتي في ديال تمنارت ديرو في 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 تيرودنت. هذا دخلتي لعالم العدسه؟ عالم العدسه واحد السيد هو اللي بلاني بالتصوير، واحد الفنان سميتو عبد الهادي البنين، جا عندي لواحد المكان شافني اكتيف تنتحرك وكذا والضحك وهذا، قال لي كانت عنده واحد الجريده سميتها جريده النشائر المغربيه، بقينا خدمنا فيها انا وياه، مره ندير رئيس مجلس الاداره، مره ندير مصور كذا هذا، المهم بقينا غاديين هذاك. قال لي والله العظيم هذه تتشهد لي، قال لي انت غادي تمشي في الصحافه انا غادي نمشي في الفن. وداك الشيء اللي وقع استاذ، ها هو السيد باقي حي، قال لي انت غادي تمشي في الصحافه انا غادي نمشي في الفن. وبالفعل هو مشى في الفن وانا مشيت في هذا الشيء ديال التصوير، والحمد لله راه تعطات واحد الصدى. ما ندمتيش ابراهيم على 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 اختيارك لهذه المهنه الصعبه؟
لا بالعكس، انا والله الا تعجبني لا فوتو اقسم لك بالله العظيم، ترتاح تلقى فيها الدل ديالي، وسيرتو ملي تكون شي صوره اللي هي اسمو وتمشي نجيبها بحال ما عرفتش جايب شي معايا شي حاجه نيت اللي هي الصوره زعما جميله، خصو غير بنادم يكون يعرف شنو ياخذ. كل واحد كيقرا الصوره ديالك كيفاش كيقراها؟ واه دابا الزوار هما اللي تيحكموا هنا، جاو الاساتذه الجامعيين، جاو الناس الاختصاصيين في الصوره وعجبهم الحال، عاود زادوا لي واحد القوه باش عاود الى لقيت شي فرصه نمشي نخدم على داكشي اللي ما خدمتش في البلاد. تنشكر هبه باريس على هذه الاستضافه القيمه ديالها والتشجيع ديالها، جزاكم الله خير. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.